يعني انت من اكثر اللاعبين روحا داخل ارضيه الملعب، لكن الهلال يخسر في توقيت صعب يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. نهارتك انا معوض الخير ان شاء الله، ونحذر من جمهورنا. احنا يوم خسرنا بنفسنا، احنا سبب الخساره ايا كانت الاسباب. باذن الله كل شيء باقي في يدنا، لسه ما راح شيء. قدامنا مبارتين باذن الله، قادسيه والاهلي وفتح، وباذن الله باذن الله نود هالجمهورنا باذن الدوري ما يروح باذن الله. كابتن، الاخطاء المتكرره، نتكلم عن الاخطاء الفرديه خاصه في الدفاع، ممكن نتكلم خاصه على الاظهره، اليوم شفنا اخطاء كثيره، شنو سببها كابتن؟ انتم اليوم فريق متصدر بفارق 4 نقاط، من الممكن انكم تلعبون باريحيه اكبر. زي ما قلت لك ايا كانت الاسباب، طبيعي كره قدم مليئه بالاخطاء. اليوم كان في قل تركيز، وزي ما ذكرت باذن الله باذن الله ان شاء الله في الجاي نصحح كل شيء، باقي في وقت ولسه ما راح شيء. سؤالي الاخير كابتن، فريق الهلال يستحوذ لكن دون خطوره، يعني نسبه الاستحواذ في الشوط الاول 60%، في الشوط الثاني يمكن توصل الى 70%، لكن المشجع الهلالي يقول ما شنو فائده الاستحواذ اذا ما في اهداف؟ اكيد كلامك صح ومعهم حق، بس ايش تسوي؟ كل الفرق ضدنا ترجع تعطيك حريه انك تلعب، فعشان كذا تلاقي صعوبه انك تسجل، لكن ان شاء الله نوعد هالجمهور الغالي باذن الله الدوري ما يروح. حبيبي الله يخليك.